أجمل تحية والمواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. اليوم العشية مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه سيتخذ القرار بشأن الإثارة اللي تقدم بها النادي الإفريقي ضد الاتحاد الرياضي ببن قردان، وأيضا الإثارة اللي تقدم بها الترجي الجرجيسي ضد الملعب التونسي. نبقى مع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وهذا برنامج تعيينات الجولة الثانية من البطولة. تستأنف البطولة نهاية هذا الأسبوع نهار السبت 14 سبتمبر، زوز مواجهات من 3:30. الأولمبي الباجي في انتظار تحديد ملعب المباراة يستضيف مستقبل جابس، مباراة دون حضور جمهور، وفي ملعب قفصة من 3:30 القوافل الرياضية بقفصة يستقبل الترجي الجرجيسي. نهار الأحد 15 سبتمبر، مباراة واحدة في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين من 3:30. الاتحاد الرياضي بتطاوين يستضيف النادي البنزرتي. نهار الأحد 22 سبتمبر في ملعب حمادي العقربي برادس 4:30 متاع العشية، النادي الإفريقي يستضيف الشباب الرياضية بالعمران. نهار الأربعاء زوز مواجهات، يوم 25 سبتمبر من 3:30 مستقبل سليمان يستضيف الترجي الرياضي، إمكانية كبيرة أنه ملعب الشدي زويتن يحتضن المباراة، وفي ملعب الطيب نمهيري النادي الرياضي صفاقسي أيضا من 3:30 يستضيف الاتحاد الرياضي ببن قردان. نهار الخميس 26 سبتمبر زوز مباريات في ملعب باردو من 3:30، الملعب التونسي دون حضور جمهور يستضيف نجم المتلوية، في ملعب بن جنات المنستير الاتحاد المنستيري يستضيف النجم الرياضي الساحلي. جولة ثانية كما تابعنا على دفعات باعتبار التزامات نوادينا قاريا، رابط الأبطال وأيضا كأس الكونفدرالية الإفريقية ما قبل دور المجموعات. نبدأ بالدورة الثانية كأس رابط الأبطال الإفريقية، نهار الجمعة مباراة الذهاب، نهار الجمعة 13 سبتمبر 6 متاع العشية في ملعب رادس الاتحاد الرياضي المنستيري يستضيف مولودية العاصمة الجزائري، مباراة يديرها الحكم المصري أمين عمر. نهار الأحد دائما مع كأس رابطة الأبطال الإفريقية، فريق ديكيداها الصومالي يستضيف الترجي في ملعب رادس، مباراة تنطلق الخمسة متاع العشية والمباراة يديرها الحكم المالي بوبو تراوري. من رابطة الأبطال إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية، نهار السبت 14 سبتمبر 7 متاع العشية في ملعب رادس الملعب التونسي يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري، مباراة الذهاب، مباراة الذهاب يديرها الحكم الكونغولي جون بيير نجيان بيسيلا، وذكر أن اتحاد العاصمة يدرب التونسي نبيل معلول. دائما مع كأس الكونفدرالية الإفريقية، نهار الأحد 4 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري، مباراة الذهاب روكينزو البوراندي يواجه النادي الرياضي الصفاقسي، المباراة يديرها الحكم الغاني أكوا نوندو. أخبار يهم القوافل الرياضية بقفصة، الاتحاد الدولي لكرة القدم يسلط عقوبة المنع من الانتداب على فريق القوافل الرياضية بقفصة بسبب عدم خلاص مستحقات اللاعب البوركيني عيسى رزاق، اللاعب البوركيني اللي انتدبه فريق قوافل قفصة الموسم الفارط. خبر يهم الاتحاد الرياضي ببن قردان يهم الانتقالات، فريق الاتحاد الرياضي ببن قردان اعلن البارح انتداب المهاجم السنغالي الحاجي عمر فال في نطاق الاعاره لمده موسم قادم من الاتحاد المنستيري. مش كان اتحاد بن قردان أبرم الصفقات، اتحاد تطاوين البارح أعلن جملة من التعاقدات، اتحاد تطاوين البارح أعلن ضم الإيفواري دياكيتي لمدة زوز مواسم متوسط ميدان عمره 21 سنة، أيضا المالي كايتا لمدة زوز مواسم عمره 20 سنة متوسط ميدان دفاعي، والاتحاد الرياضي بتطاوين أعلن البارح ضم حارس مرمى الترجي شرف قزمير لمدة 5 سنوات عمره 21 سنة، وأيضا أمضى عقد احتراف للاعبه هشام عمر لمدة 5 سنوات، هشام عمر 20 سنة متوسط ميدان دفاعي.
مصادر صحفية تشير إلى اقتراب معتزل زداء من الانتقال إلى البطولة الجزائرية، تحديدا نادي شباب بلوزداد ضمن الإعارة قادم من الترجي الرياضية. كرة اليد بطولة افريقيا للأواسط المقامة في المهدية وأيضا قصور الساف، المنتخب الوطني التونسي البارح حقق انتصاره الثاني، منتخبنا فاز على المنتخب الرواندي 39-30. نذكر منتخبنا فاز أيضا في المباراة الأولى على المنتخب الليبي 31-21. بقيت نتائج البارح، البارح فوز كبير المنتخب المصري على غينيا 56-28، فوز كبير أيضا المنتخب المغربي على مالي 47-13، وانتصار المنتخب الليبي على المنتخب الجزائري 34-23. من كرة اليد إلى كرة السلة، أفروباسكيت إناث أقل من 18 سنة المقامة في جنوب إفريقيا، اليوم هذه ساعتين المنتخب الوطني التونسي يواجه في ربع النهائي المنتخب الأوغندي. المنتخب الوطني التونسي اللي كان حقق 3 انتصارات في الدور الأول على الكامرون، على رواندا وعلى جنوب إفريقيا. نرجع لكرة القدم وتصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، عديد المواجهات البارح عن القارة الإفريقية. نبدأ بالمنتخبات العربية، البارح المنتخب المصري اكتسح بوتسوانا برباعية نظيفة كان في طريق مفتوح، أيضا انتصار بثلاثية للمنتخب الجزائري على المنتخب الليبيري، عكس الجزائر مصر صعوبات كبيرة لموريتانيا وليبيا، المنتخب الموريتاني انهزم البارح ضد الكافير بثنائية نظيفة، والمنتخب الليبي انهزم البارح ضد البنين 2-1. بقيت النتائج، انتصار الجابون على جمهورية افريقيا الوسطى 2-0، التعادل دون اهداف بين زيمبابوي والكامرون، انتصار كينيا على ناميبيا 2-1. بنفس النتيجة المنتخب التنزاني ينتصر على غينيا، ايضا البارح انتصار بوركينا فاسو على ملاوي 3-0، انتصار الكوت ديفوار على التشاد بثنائية نظيفة، وانتصار المنتخب الزامبي على سيراليون 3-2. من القارة السمراء إلى قارة آسيا وتصفيات المونديال عن القارة الآسيوية، البارح المنتخب السعودي فاز على الصين 2-1، التعادل بين قطر كوريا الشمالية 2-2، البارح هزيمة عمان ضد كوريا الجنوبية 3-0، هزيمة المنتخب الفلسطيني نذكر يدرب تونسي مكرم دبوب ضد المنتخب الأردني 3-0، هزيمة المنتخب البحرين ضد اليابان بخمسة نظيفة، هزيمة المنتخب الإماراتي في أرضه وأمام جماهيره وأمام إيران 2-1، والتعادل بين المنتخب الكويتي والمنتخب العراقي 2-0. قارة أمريكا الجنوبية، تصفيات المونديال اليوم الفجر، المنتخب البرازيلي انهزم ضد الباراغواي 2-1. بقيت النتائج، كولومبيا تنتصر على الأرجنتين 2-1، انتصار الإكوادور على البيرو 2-1، انتصار الشيلي على بوليفيا أو هزيمة الشيلي ضد بوليفيا 2-1، التعادل بين فنزويلا والأوروغواي 2-0، وكما ذكرنا أبرز نتيجة هي هزيمة البرازيل ضد الباراغواي 2-1، وأيضا كولومبيا كما ذكرنا تحسم القمة ضد الأرجنتين. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.